ما دام فئة الخمسين رواجها مثل فئة العشرة ومثل فئة الدينار، فبأي فئة أنت قد قمت برد القرض بمثله؟ يعني مطلوب في رد القرض أن يكون بالمثل، ليس فيه زيادة، يعني زيادة ربا. هذا قرض، يعني العبرة بالرواج. حتى لما كان يتكلموا على الدراهم وكذا، العبرة برواجها لا بوزنها. قد تكون وحدة أنقص من وحدة، ولا وحدة يقولوا محمدية وحدة يزيدية، كان رواجها واحد خلاص، وكان رواجها أقل ولا أكثر لا يجوز، لابد أن تكون مساوية. ما دام الرواج واحد فهو جائز. وقال السائل، قال هل هذه مبادلة؟ ليست مبادلة، المبادلة الشكل والقرض شكل. كان هو متحايل، يعني شخص مش يريد أن يقترض لكن يريد المبادلة. المبادلة حتى إذا كانت هي بنفس الرواج لا تضر، لكن هي المبادلة أمتى يأتي الخطر فيها؟ لما يكون الرواج مش واحد، الشيك بالنقد، يعطي شيك بألف وبيبدله ب800 ولا بكذا ولا، فهذا لا يجوز، لأن الرواج ليس واحد. الشيك يعني لما تصرفه بيطلع أقل ولا بيطلع أكثر، فلابد الغرض يحكم المبادلة ويحكم القرض هو الرواج، وليس يعني فئة العملة هي 10 ولا 5 ولا كذا. لأن هذه النقود لا تراد لأعيانها، وإنما تراد لما تقوم به من شراء السلع وغير ذلك.